صافا لاباس عليكم هانين مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تجربتي مع اقوى واشهر كريمات لتبييض وتفتيح وتوحيد لون البشره والتخلص نهائيا من البقع الداكنه الكلف تصبغات اثار الحبوب. هاد الكريمات هادو جربتهم اكثر من مره يعني شريتهم اكثر من مره ودابا غادي نشارك معكم التجربه ديالي ونقول لكم الراي ديالي عليهم. دابا نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. نبداو مع اول كريم وهاد لا مارك صراحه فهي ماركه جد مشهوره ومعروفه عالميا وماركه قديمه في عالم التجميل اللي هي اوسيرين كريم اونتي بيغمون سوان دو نوي اونتي تاش. كيجي على هذا الشكل هذا. هذا الكريم هذا فهو جد فعال في توحيد وترطيب وتخلص من تصبغات. بالنسبه لهذا الكريم هذا فهو جد فعال. هذا كيبيض بواحد الطريقه ملحوظه فريمون تبييض خيالي. الا عندكم اثار الحبوب عندكم الكلف عندكم تصبغات هذا اختراع ديال اوسيرين شي حاجه طوب. هذا كيرطب وكيرطب في نفس الوقت وكيبيض واحد البياض واحد توحيد اللون غزال. هذا كتستعملوه نهار ونهار لا في الليل الوجه ديالكم والعمق ديالكم الصراحه كيبيض واحد تبييض فريمون كيبان تبييض ملحوظ وتبييض خيالي وكيهنيكم نهائيا من تصبغات ومن الكلف ومن اثار الحبوب. الى عندكم اي مشكل في البشره ديالكم فهاد الكريم هذا جد فعال في التخلص نهائيا من مشاكل الكلف وتصبغات والاسمرار. دابا غادي نشارك معكم واحد الكريم ديال الجسم اللي هو غزال فلوكسيا هو هذا. بالنسبه للفلوكسيا هاد الكريم هذا جد فعال في ترطيب الجسم وتوحيد لون الجسم. هاد الكريم هذا صالح للجسم كنستعملو انا يوميا صراحه كيرطب بعمق كيوحد لون الجسم كيخلصكم من تصبغات اللي عندكم في الجسم كيبيض لكم المناطق الغامقه. يعني الا عندكم الكلف او تصبغات او الاسمرار في الجسم ديالكم في اي منطقه في الجسم ديالكم وما عجبكمش ما عليكم الا تستعملوا هذا فهو جد فعال في توحيد لون الجسم وتخلص من تصبغات الاسمرار وتوحيد المناطق الغامقه او المناطق الداكنه في الجسم ديالنا. وهو جد امن على اي منطقه يمكن لكم تستعملوا هذا الكريم هذا فما تخافوش منه يعني امن على جميع مناطق الجسم. ودائما غنبقاو مع كريمات لتبييض وتفتيح لون البشره. دابا غادي نشارك معكم واحد الكريم اللي بالنسبه لي انا شي حاجه توب 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 اللي هو ديال لا مارك سيديرما ازيلاك اغيو كيجي على هذا الشكل هذا. هذا الكريم هذا كيجي على شكل سيروم ولكن راه جد فعال. هذا شي حاجه توب توب. هذا اصلا ديما كنهضر عليه هذا كنهضر عليه بزاف لانه فريمون طوب واعر واعر. هذا واعر ديال لا مارك سيديرما ازيلاك اغيو. هذا الكريم هذا دائما كنهضر عليه ماشي ما كنقدرش نسكت لانه واعر. هذا كيجي على شكل سيروم. هذا صراحه النتيجه ديالو كتبان من اول استعمال كيف غتستعملوه غيبان لكم الصباح ان الوجه ديالكم فيه واحد الاشراقه واحد اللمعان كيهنيكم نهائيا من الكلف. واخا يكون عندكم الكلف قديم وسنين هذا كيهنيكم منه. هذا جد فعال في توحيد وتبييض وتفتيح لون البشره والتخلص نهائيا من تصبغات والبقع الداكنه واثار الحبوب. طريقه الاستعمال حتى هو تستعملوه نهار ونهار لا في الليل. هذا الصراحه قاصح بزاف التاثير ديالو قاصح بزاف على البشره كينشف البشره ولكن كيحيد الكلف بصفه نهائيه. تقدروا تستعملوه دابا حيت صراحه بالنسبه لي انا الصيف بدا يعني قرب يمشي ما كاينش شي صهد لي بزاف يمكن لكم تستعملوه ولكن ضروري تستعملوه الواقي الشمسي لانه قاصح بزاف وكيحيد الكلف بواحد الطريقه خياليه. هذا بالنسبه لي انا توب 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 وحتى الثمن ديالو واخا غالي ولكن يستحق صراحه. حتى الكريم اللي غنشارك معكم دابا حتى هو جد فعال حتى هو كيعجبني وعجبني وجد فعال صراحه. الا لاحظتوا انا ناط ليا واحد الحبه هنايا
خات لي لاطراس. هذا الكريم كنستعملو اغلبيه في هذه المنطقه هذه باش نتخلص من هذه الحبه هذه، ومن بعد نرجع نطبقه على الوجه ديالي حيت ما بقاش كنستعملو على الوجه ديالي كامل، هذه ما غاديش تحيد بسرعه. ولكن هذا واعر صراحه غزال، هذه غتلاحظوا مع المده غتمشي بسرعه. هذا سيبيليا دي بيغمونت رانفورسي، هذا واعر، هذا تا هو ديال سيبيليا غزال، ولكن راه قاصح 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 على البشره وكيدير واحد شويه الاحمرار في البشره. الصراحه بالنسبه ليا هذا كيدير شويه الاحمرار في البشره لانه قاصح، ولكن ما تخافوش منه، اون فوا كتغسلوا البشره ديالكم صباحا فهي كترجع عاديه، ما كيبقاش فيها داك الاحمرار، كيجي على هذا الشكل هذا. هاد سيبيليا دي بيغمونت رانفورسي هذا واعر، هذا تا هو واعر، كيبيض البشره بواحد الطريقه خياليه. انا صراحه فاش كيكون عندي شي طاشه اولا شي بقعه ديال شي حبه كتبقى ليا كنستعملو هذا نهار ونهار لا في الليل، صراحه دغيا كتمشي دغيا دغيا كتمشي، يعني كتختفي بسرعه. هذا غزال ولكن قاسع على البشره، كيدير شويه الاحمرار في البشره ولكن ما تخافوش منه، يعني اون فوا كتستعملو المرطب كيمشي لكم الاحمرار ديال البشره، يعني احمرار غير مؤقت ولكن ما تخافوش منه نهائيا. هذا صالح لجميع انواع البشره الا البشره الحساسه لانه هو اصلا كيدير توهجات وكيدير احمرار. إذا استعملتوه وحسوا على ان البشره ديالكم تحسات ودارت لكم احمرار فخاصكم اما توقفوه او لا تستعملوا معاه كريم ضد الاحمرار اللي هو غادي يجي معاه، طبعا هو اللي غادي يجي معاه، يعني هو اللي غادي يجي معاه في الروتين. هذا الصراحه جد فعال في توحيد لون البشره والتخلص نهائيا من الكلف، تسبغات، اثار البقع واثار الحبوب، هذا كيهنيكم منهم وما كيبقاوش يرجعوا لكم نهائيا. هذا كيحيد الكلف بطريقه نهائيه وما كيبقاش يرجع لكم الكلف نهائيا، وكما قلت لكم صالح لجميع انواع البشره الا البشره الحساسه. ودابا غادي نشارك معكم واحد الكريم لتفتيح وتوحيد لون الجسم. صراحه كنعرف على ان بزاف الناس عندهم مشكل ديال البقع الداكنه او لا جسم غير موحد، ولهذا كتبغيو كريمات اللي يكونوا فعلا مجربه وفعاله. هذا الكريم هذا هو شاركته معكم شحال من مره، غادي نعاود نهضر لكم عليه حيت بالنسبه لي انا جد فعال وكيبيض لون الجسم، كيبيض لون الجسم بطريقه جد فعاله، كيوحد لكم البقع ديال جسمكم كيهنيكم منها، كيوحد لكم لون الجسم كيهنيكم من تسبغات وليطاش اللي عندكم في الجسم كيمشيو بمره. هذا كنستعملو يوميا في الليل انه كيبيض بطريقه جد فعال، هذا مبيض، هذا كيبيض وكيرطب الجسم في نفس الوقت، ديال لامارك اسيام دي بي وايت، كيجي على هذا الشكل هذا، هو هذا اسيام، حتى هو دويت لكم عليه بليزيوغ فوا، ولكن انا كيعجبني وجربته وصراحه ما كيخطانيش، كنجرب كريمات جداد ولكن هو كيبقى في القائمه ما كنتخلاش عليه لانه جد فعال وكيخلي الصراحه الجسم ديال الجسم ديالكم موحد، كيخلي جسمكم موحد. الى عندكم تسبغات في اليد ديالكم استعملوه فهو جد فعال في تبييض لون، يعني لون ديال اليدين ديالكم، كيوحد لون الجسم بطريقه جد فعاله وترطيب ديالو عالي وكيبيض. هذا صراحه كيبيض 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 واعر واعر، هذا كيبيض الجسم كيهنيكم نهائيا من تسبغات والبقع الداكنه اللي عندكم في الجسم. هذا غزال، هذا خذوه وانتم عينيكم مغمضين، انا جربته ودائما كناخذه، يعني جد فعال في تبييض وتوحيد لون الجسم. بالنسبه للكريم اللي غنشارك معكم دابا حتى هو ديال الوجه، ولكن هذا الكريم هذا خفيف شويه. علاش انا بغيت نشارك معكم؟ لان كاين البشره الحساسه وبزاف ديال انواع البشره اللي ما كيستحملوش الكريمات ضد التسبغات انهم قاصحين على البشره، وخاصكم تختاروا واحد يكون خفيف ويجي لكم على البشره ديالكم. والصراحه انا جربت هذا ميلاني سكرين دي بيغمونت ديال لا مارك دوكراي، هو هذا كيجي على هذا الشكل هذا، صراحة هذا خفيف شوية، ماشي من الكريمات اللي قاصحين ديال التبييض أو التفتيح، هذا شوية خفيف، كياخذ الوقت باش كيعطيكم نتيجة، ولكن ولكن أشناهو الحاجة الزوينة فيه؟ هو أنه كيصلح البشرة الحساسة اللي ما كتقدرش تستحمل كريمات التبييض. كيجي على هذا الشكل هذا، كما قلت لكم هذا الكريم هذا الحاجه الزوينه فيه هو انه كيصلح لجميع انواع البشره بما فيهم البشره الحساسه، ما عندوش صراحه مضاعفات، ما كيديرش توهجات، ما كيديرش احمرار، امن على البشره، خفيف على البشره. هذا الصراحه النتيجه ديالو كتبان حتى لاول شهر. بالنسبه للكريمات اللي شاركت معكم في الفيديو هذا النتيجه ديالهم كتبان من اول اسبوع، ولكن هذا النتيجه كتبان لكم من اول شهر، يعني هذا النتيجه ديالو كتعطل واحد شويه
لانه خفيف ماشي من دوك الكريمات اللي قاصحين، ولكن حتى هو كيرطب وكيبيض وكيوحد لون البشره وكيهنيكم من تسبغات الكلف، البقع الداكنه، اثار الحبوب. الى عندكم اي مشكل في البشره كيعطيكم بشره لامعه مشرقه موحده، بشره بيضاء، هذا جد فعال. حتى هو تستعملوه نهار او نهار لا في الليل طبعا. كيف ما كنعرفوا العبره في الخواتيم وختامها مسك. دابا غادي نشارك معكم هذا العشق 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 العشق، هذا الكريم هذا العشق، هذا العشق العشق ديالي. هذا كان عطاتو ليا الديرماتو، صراحه انا كنت باغا نجربه ولكن كناخذ دائما الراي ديال الديرماتو ديالي حيت انا متبعه معاها سنين، يعني انا وياها ديزامي. داكشي اي حاجه كنبغي نديرها او اي حاجه كنبغي نستعملها كناخذ الراي ديالها وعاد كنشاركها معكم. طبعا انا ديجا كنت باغا نجربه راسي، ملي قلتها ليها قالت لي اه جربيه، فهو جد فعال وما تخافيش منه وما عندوش مضاعفات او لا ما عندوش مضاعفات جانبيه، ولكن بالنسبه لي انا هذا فريمون العشق 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 العشق. كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي على هذا الشكل، هذا من الداخل كيجي بحال هكا، كيصيفطوه لك بحال هكا. الصراحه كيجي بحال هكا، كيصيفطوه لك بحال هكا، كيجيو فيه جوج، كيجيو فيه جوج. هاد السيروم هو اللي كتشري وكتاخدي هذا كادو معاه. بالنسبه للسيروم هو هذا كيجي على هاد الشكل، صراحه غزال. انا حتى الباكاجين ديالو زوين صراحه، الشكل زوين، يعني كلشي فيه زوين. هاد السيروم كلشي فيه زوين. هو هذا يبان لكم مزيان، هو هذا. وكيجي معاه هاد السيلو صغيور، كيجي على هاد الشكل. معاش غادي يبان لكم السيرو هاد السيلو مزيان ولا لا، حيت صغيور كيجي على هاد الشكل. هذا ستيلو، هذا كيجي كادو وهذاك هو اللي كتشريو. هذا كتاخذوا هذا، الصراحه الثمن ديالو غالي شويه ولكن راه غزال. هذا راه غزال 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 غزال، كيجي على هاد الشكل هكا. يعني هو سيروم ديو دوبل اونتي بيغمون ديال لا مارك اوسيرين. اصلا هاد لا مارك هادي غزاله ومن سنين وهي توب توب توب، ولكن مؤخرا طورات بواحد الطريقه رهيبه. هاد السيروم واعر 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 بزاف. هادي الا عندكم كلف واخا يكون قديم داس عليه 10 سنين ولا كثر كاع، الا عندكم الكلف ديال بعد الولاده، الا عندكم اي مشكل في البشره ديالكم ما لقيتوش ليه كاع الحل، يعني الا جربتوا كاع الحلول وصفات كريمات لسوا اي حاجه جربتوها وما عطاتكمش نتيجه، ما عليكم الا بهذا. هذا واعر واعر بزاف، خيالي. هذا ماشي غير انا اللي جربته، حتى البنات اللي كنتلاقى معاهم عند الديرماتو اللي كنمشي عندها سولتهم واصلا شفت البشره ديالهم قبل وبعد ما يستعملوا هذا السيروم. هذا صراحه النتيجه رهيبه، هذا كيوحد لون البشره، امن على البشره، فيه لاسيد هايليغونيك كيرطب في نفس الوقت، كيهنيكم من البقع الداكنه، من الكلف، من تسبغات، من الاسمرار، من اثار الحبوب، من اي مشكل عندكم في البشره ديالكم. فهو جد فعال، كيبيض كيوحد كيفتح البشره بواحد الطريقه رهيبه، كيعطيكم بشره لامعه مشرقه وبيضاء، واحد البياض ما عمركم غتشوفوه بحاله. يعني هذا صراحه واخا نبقى نهضر عليه حتى نعيا ما غاديش نوفيه حقه، لانه فريمون توب 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 واعر. هذا واعر من احسن الكريمه ديال التسبغات اللي انا جربت وديال البقع الداكنه. هذا غالي اه، ولكن خذوه انتم مطمئنات وغيعطيكم نتيجه من اول استعمال. ولكن خاصكم ضروري اللي عندها كلف قديم خاصها تستعملوا على الاقل 3 شهور نهار اه ونهار لا في الليل، وفي الصباح تغسلوا البشره ديالكم وتستعملوا الواقي الشمسي. ودابا غادي نتكلم لكم على هاد البيتي بيجو اللي كيجي مع هاد السيلو الصغير اللي كيجي معاه. صراحه ما تحقروش لانه السيلو واعر حتى هو الطوب، وتا هو كيفتح البشره، ولكن هذا غزال. علاش عجبني؟ لانه الا مثلا كانت البشره ديالكم بحال البشره ديالي لون موحد وبيضاء وطلعت لكم واحد البقعه بلاصه هنايا مثلا صغيره بحال هذه اللي عندي انا هنا، غتاخذوا هاد السيلو هذا وغتشدوه بحال هكا وغديروا على هذيك النقطه اللي فيها المشكل، وغادي تحسوا انه غيحيدها لكم بسرعه. هذا بسرعه بسرعه، هذا اوف مثلا غتستعملوه نهار او نهار لا في الليل على البلاصه اللي نتوما باغين تفتحوها، يعني سيمانه جوج غتحيد ما غتبقاش، غتختفى صافي، مشات بح ما بقى والو، اختفات يعني مشات بمره مشات، يعني واحد هذا اختراع خطير.
وصغير وزوين وديو معكم فيما مشيتو وكيدار في الصاك وديو معكم فيما مشيتو. يعني هذا غزال غادي نقول لكم الصراحه هاد لاكام غاليه اه ولكن غير زعمو وخذوها لانها تستحق صراحه تستحق. انا عجباتني صراحه هاد لاكام تستحق الثمن ديال اول مره غادي يكون شي كريم ولا شي كام تستحق الثمن ديالها. كيجي بحال هكا الباكاجين يعني كتجي على هاد الشكل هذا كتجي بحال هكا كتجي على هاد الشكل هذا الصراحه تستحق غير خذوها وانتم مطمئنين هذه توب توب خذوها بعينيكم مغمضين يعني ما تخافوش منها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى ان هاد الكريمات اللي شاركت معكم يكونوا نالوا اعجابكم تكونوا استفدتوا معايا. الى عندكم اي سؤال خليه ليا في لي كومونتير ودابا وصلنا لاخر الفيديو فوقاش غادي نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.